رياحين الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا الحسن، يا أمير المؤمنين، يا علي بن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. هذه الأيام هي أيام ذكرى استشهاد الإمام الأول للمسلمين أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهي أيام تيتم الشيعة وأيام عزاء الملائكة في السماء والمؤمنين في الأرض. ونعزي أولا إمام الزمان الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف في هذه المصيبة العظمى، وكذلك نعزي جميع الشيعة ومحبي أمير المؤمنين في هذه المأساة الكبرى. نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين حقا في طريق أهل البيت سلام الله عليهم، وأن يوفقنا لنكون من المعزين الصادقين في استشهاد الإمام علي عليه السلام. أصدقائي، نحن في عزاء إمام عظيم كان أثناء استشهادي يفكر في الأيتام والمساكين، وكان يوصي أولاده الطاهرين دائما أن لا تقصروا في خدمة الناس أبدا. أيها الرياحين، لقد كان الإمام علي خلال حياته مظلوما، وكان صلوات الله عليه يكره التفرقة ويدعو الناس إلى الأخوة وإلى إطاعة أوامر الله ورسوله حفاظا على الإسلام. أعزائي، كما تعلمون كان اسم أبي الإمام أبا طالب، وكان اسم أمه فاطمة بنت أسد، وكان زوج ابنة النبي وصهره، وأولادهما هم الإمام الحسن والإمام الحسين، وكذلك السيدة زينب والسيدة أم كلثوم سلام الله عليهم أجمعين. أحبائي، هناك أحاديث كثيرة وخطب وكلمات قصيرة تكلم بها الإمام علي عليه السلام، وهي مفيدة جدا وتربوية، وهي مجموعة في كتاب اسمه نهج البلاغة. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله أصبح علي عليه السلام إمام المسلمين، ولكنه وبسبب جهل الناس تم غصب الخلافة منه من قبل أعداء الدين. أما هو عليه السلام فقد صبر وسكت، لأنه كان لا يحب أن يتفرق المسلمون أو يصاب دين الإسلام الجديد بالأذى. وقد قال الإمام علي: لقد صبرت وتحملت من أجل حفظ الدين كما يتحمل الإنسان الذي أصيبت عينه بشوكة أو علق عظم في حنجرته. أعزائي، نعزي المسلمين والموالين مرة أخرى بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام، وهنا أدعوكم لمتابعة قصة استشهاد الإمام علي عليه السلام مع الصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد الطاهرين. استشهاد الإمام علي عليه السلام. في سنة 40 للهجرة اجتمع بعض الخوارج وهم أعداء أمير المؤمنين عليه السلام في مكة المكرمة، وخططوا لقتل الإمام علي. ولهذا السبب
جاء قاتل الإمام، واسمه عبد الرحمن بن ملجم، إلى مدينة الكوفة، وانتظر اللحظة المناسبة لتنفيذ خطته الشيطانية. في الليلة 19 من شهر رمضان المبارك في 40 هجرية، كان أمير المؤمنين عليه السلام ضيفا في بيت ابنته أم كلثوم، وعند الإفطار أكل علي عليه السلام قليلا من الخبز والملح، ثم وقف يصلي، وبعد الصلاة ذهب إلى ساحة البيت وأخذ ينظر إلى السماء والنجوم، وقال مع نفسه: والله لم أكذب ولم أكذب، هذه هي الليلة التي وعدت، هي الليلة نفسها. لم يصبح الصباح حتى استعد علي للذهاب إلى المسجد، وحينما أراد الخروج من البيت علق حزامه بالكلاب، ففكه علي ثم ربطه جيدا، وفي تلك اللحظة رأى علي عليه السلام مجموعة من الإوز والبط تخفق بأجنحتها أمامه في ساحة البيت وعند الباب، فتبسم أمير المؤمنين لها وذهب. ثم إنه عليه السلام صعد إلى سطح مسجد الكوفة وأذن، ثم دخل إلى المسجد ووقف يصلي، وحينما سمع المسلمون أذان الإمام استيقظوا من نومهم ووقفوا يصلون وراءه. أتم الإمام قراءة سورة الحمد والسورة التي بعدها، وانحنى إلى الركوع، وفي هذه اللحظة أوصل ابن ملجم خلف الإمام مباشرة، وحينما سجد الإمام عليه السلام وقال: سبحان ربي الأعلى وبحمده، صاح ابن ملجم بأعلى صوته ولمع بريق سيفه الظالم، وكان الإمام لم يرفع رأسه من السجود بعد. ثم ضرب ابن ملجم رأس الإمام بالسيف حتى جرى الدم المقدس للإمام في محراب الصلاة، فقال علي بصوت عال: فزت ورب الكعبة، نعم، إنه علي وليد الكعبة بيت الله، ها هو يودع مسجد الكوفة وهو من أشرف المساجد وأعظمها، ليلتحق بالرفيق الأعلى وبأخيه رسول الله صلى الله عليه وآله وبأم الأئمة الطاهرين فاطمة الزهراء عليها السلام، ليشكو لله وللرسول ما صنع به المنافقون وأعداء الدين
من الظلم له ولأهل بيته عليهم السلام. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لقد نام الإمام علي عليه السلام في فراش المرض بعد أن أصيب رأسه الشريف بتلك الضربة القاتلة، حيث لم يعد هناك أمل في شفائه، ولذلك فقد أوصى بوصيته: بني حسن، غسلني في الليل وكفني وادفني في الليل، ولا تجعل أحدا يعرف مكان قبري. ولعله بهذه الوصية كان يريد أن الناس بمصيبة استشهاد الصديقة الزهراء سلام الله عليها، فقد كان أمير المؤمنين قد غسل وكفن ودفن السيدة الزهراء في الليل، ولم يجعل أحدا يعرف مكان قبرها، وإن قبرها غير معروف إلى يومنا هذا. ولكن قبر الإمام علي ظل حوالي 100 عام مخفيا إلى زمن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، حيث انكشف للشيعة والمؤمنين مكان قبر جده علي عليه السلام، وهو الآن أصبح محل زيارة محب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في مدينة النجف الأشرف في العراق. أعزائي الصغار، على أمل أن نكون من الشيعة الصالحين في مدرسة الولاية وإمامة علي عليه السلام، نستودعكم الله تبارك وتعالى لنلتقيكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج رياحين الجنة. بارك الله فيكم وجعلكم من أهل الجنة مع محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ريض ابن عاش المرتضى، ريض ابن عاش المرتضى، ركن العرش مما من شال ابو الحسن، وياه المجد ابن عاش المرتضى، ركن العرش مال من شال ابو الحسنين وياه المجد شال.